السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع تبسة لنقف على مشروع التوسعة تاع جامعة تبسة، جامعة محمد العربي تبسي. إذا فيه مشروع لتوسعة بإنشاء مجمع أو قطب جامعي جديد في هذه الولاية، واللي يحتوي على 8000 مقعد بيداغوجي. إذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو اللي يعني يبرز هذا القطب الجامعي الجديد بعد انتهاء كل الأشغال نتاعو، وخاصة أشغال التهيئة الخارجية وتجهيزه. إذا أترككم تتابعون هذا الفيديو حول القطب الجديد محمد العربي تبسي بولاية تبسة، والسلام عليكم.